وللحديث عن خطورة انهيار البنية التحتية في النجف والعديد من المحافظات، معنا من بغداد رئيس فريق التمريض التطوعي في العراق السيد فراس الموسوي. مرحبا بك معنا. اهلا وسهلا، مرحبا. العفو، بك تصحيح المعلومة، نقيب التمريض العراقي فراس الموسوي. حياكم الله، اهلا وسهلا بك. كما تلاحظون، العديد من المواطنين اشتكوا من مكبات النفايات غير النظامية في النجف والتي أدت إلى مخاطر جسيمة. هل تحدثنا أكثر عن خطورة هذه المكبات على الصحة العامة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لمشاهديك الكرام والمستمعين. بصراحة اليوم الوضع الصحي بالعالم يحتاج إلى رؤية واقعية واستراتيجية، وبالعراق خصوصا، بما أن هذه النفايات والمطامر غير نظامية والغير صحية تؤثر سلبا على حياة المواطن وعلى حتى حياة الحيوانات اللي موجودة. بصراحة بغض النظر بأنه اليوم هذه المطامر ذو أكثر من 10 سنوات، الكثير من المواطنين سواء لا فقط وليس فقط في محافظة النجف، نعم، في العراق بأجمع المحافظات اليوم لدينا هناك مبدئية لكل 5 أو 6 حوصات بيت سكان تظهر 6 أو 5 حالات ورم أو أورام سرطانية. هذا سبب بصراحة هو عدم الوضع الاستراتيجي سواء على المطامر الصحية أو الحالة الصحية في العراق. هناك خطة عمل يجب أن تكون ما بين الصحة والبيئة والزراعة وكل الوزارات المعنية بالصحة العامة، لأن الصحة العامة لا تعني فقط بوزارة الصحة على اعتبار أن المطامر الصحية هي من الأمور والمهمة للبيئة وكذلك للصحة للزراعة، فبالتالي هذه المطامر سلبا على حياة المواطن اللي اليوم إلى رعاية صحية أولية، وهذه بصراحة أيضا أدت على حياة بظلالها على حياة المواطن، لأن يعني اليوم الخدمة الصحية هي ليست بالمستوى المطلوب على حياة المواطن، بالإضافة إلى ما حدث اليوم بالعراق والعالم من جائحة كورونا، واليوم احنا نمر في الحمى النزفية، الحمى النزفية تعرفون جيرانكم ويعلم الكثير والمشاهد الكريم انه الحمى النزفية تأتي من خلال الحشرات والحيوانات، نعم، وهذا يحتاج لأحسن قضاء عليها. فاليوم المطامر الصحية هي بؤرة للأمراض وبؤرة لأسباب مرضية معينة، وهذه تتواجد في للأسف الشديد قرب المساكن الناس والمواطن الكريم، فبالتالي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار كيف نقل هذه المطامر الغير صحية. نعم، بصراحة وليس صحية. طيب أستاذ فراس، ما الذي يمنع السلطات الحكومية من احتواء هذه الأزمات في مكبات النفايات قبل تفشي أمراض وأوبئة جديدة تفضلت بالإشارة إليها؟ بصراحة هناك غياب خطة وغياب نظرة وغياب عمل على المستوى الحكومي لكثير من المفاصل، ومنها هي الوضع الصحة العامة في البلد. اليوم تريد تنظر معوقات الحكومة، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور العامة والصحة العامة للبلد. اليوم ما نعرف شنو الحكومة وليش هذا إبعاد المطامر من المواقع السكنية. سابقا كانت المطامر لها مكانات خاصة وحفر خاصة ومناطق خاصة، اليوم ما نعرف خطة استراتيجية اللي يبني عليها السيد المسؤول أو السادة المعنيين بهذا الأمر، وعدم اتخاذ إجراءات صارمة بهذا الخصوص. اليوم أيضا من خلال قناتكم ومن خلال هذا المشاهدين والسادة المسؤولين اللي يلاحظون ويشاهدون برنامجكم أن يلاحظوا ويأخذوا بعين الاعتبار هذه المطامر، لأنه عبارة عن بؤرة الأمراض. اليوم المواطن يعني بصراحة يعاني الأمرين، من الوضع الصحي الآن كذلك من الوضع الصحي الشخصي، هذه متلازمة بين الصحة العامة وما بين تكون هناك خطة مدروسة حتى تخرج بصراحة أمور إيجابية. هذه المطامر مطامر يعني صراحة مشكلة، طامة كبرى موجودة وقنابل موقوتة في المناطق السكنية، خاصة سيد فراس، نعم، أن القطاع الصحي لم يعد قادرا على الصمود أمام مجمل هذه الكوارث البيئية والأمراض التي تنتشر في العراق، ولا سيما بعد خروجه من صراع مع فيروس كورونا وجائحة كورونا قبل سنوات. طبعا اليوم أنت تلاحظ كل دول العالم أمام كورونا انهارت الأنظمة الصحية بالعالم. العراق ليس في منع عن هذا الموضوع. العراق نعم المؤسسات الصحية تعاني، احنا طالعين من معركة،
فبالتالي الحرب يستنزف من عنده قوة، طاقة بشرية وطاقة مادية وكل الأمور اللوجستية، وإحنا اليوم نعاني نعم في المؤسسات الصحية، نعاني لأنه هناك قلة في المؤسسات الصحية، قلة بالملفات الصحية، قلة بالموارد المالية. إحنا اليوم أنه وزارة الصحة اليوم وارداتها أو اليوم الميزانية غير موجودة في وزارة الصحة من قبل الحكومة، وهذا أيضا اليوم تلاحظ أي قطاع سواء أمني أو غيره يجب أن توفر له حتى يقدر يقوم بالواجبات الملقاة على عاتق المواطن العراقي، هذا ما موجود من قبل حكومة وزارة الصحة، لأن وزارة الصحة اليوم شنو امتلاك للأموال والميزانية الكبيرة، الوزارة في كل العالم تمتلك ميزانيات خيالية لإدارة الوضع الصحي، احنا اليوم ما نملك في وزارة الصحة هذا الموضوع وهذه الميزانية اللي تقوم عمل وزارة الصحة لتقديم الخدمات، بناهيك على أنه المؤسسات الصحية مؤسسات قديمة ومنذ عشرات السنين والمفروض تخرج عن الخدمة ويجب أن تكون هناك بديل، يجب أن تكون متطورة أكثر وتستوعب الأعداد البشرية، احنا اليوم عندنا 40 أكثر من 40 مليون نسمة قبل 10 سنوات ما كان هذا العدد موجود، قبل 20 سنة هذا ما كان موجود، لكنه للأسف الشديد المؤسسات اللي قبل كانت والأرقام بطبيعة الحال قد تزداد نتيجة استمرار هذه الأحوال. أستاذ فراس، في ذات الإطار ما خطورة تحول نهر مثل خانقين في ديالى إلى مكب للنفايات وخطورة ذلك على الصحة العامة للعراقيين؟ صراحة تعرف التهايس كارثة بيئية، مو كارثة فقط تكون لشخص أو نهر معين، الكارثة البيئية تحل الأنهر اليوم تمر بعدة مناطق وبعدة محافظات، ولدينا نهرين اليومين في العراق، أنت الأنهر وتحول السواقي وتحول المشاريع إلى مكب للنفايات هي من المكان السمية، فبالتالي هذه المواد السمية وتعرض أنت تداعيات هاي الأنهر والمشاريع تحول إلى مواد وإتسالات ماء وتصفية وكذا، أنه هل يا ترى هذه الأنهر إذا ما ألقيت بها المواد السمية راح نقدر نتخلص من عدها؟ طبعا إحنا اليوم ما نقدر نعالج حتى المواد المياه بالشكل الصحيح على اعتبار اليوم المواد السمية والمواد اللي تبقى في هذه الأنهار بصراحة نعم هناك خطورة متوقعة كبيرة جدا إذا ما لم يدارك الأمر للجهات المعنية سواء الوزارات وزارة البيئة وزارة الزراعة والوزارات المعنية، وبنظر بقضية الصحة العامة من خلال عدم تواجد المطامر الصحية في المناطق المطامر للنفايات في المناطق السكنية وكذا، هذا موضوع جدا مهم، الأنهر في كثير من المناطق والمحافظات تعرض للدفن التمر الصحي، مو فقط في القديم بل دفن وصل مرحلة الدفن، يعني انت نهر استفاد من عنده القطاعات الزراعية واستفاد من عنده الطاقة الإنسانية، انه للأسف الشديد تجد الكثير من يتعامل مع هذا الأنهر بالدفن من خلال طمر النفايات، وهذا الشيء بصراحة مزعج وكارثة بيئية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الوضع البيئي مو فقط الوضع الصحي، لأنه الوضع البيئي في البلد هو بانحدار تام، احنا ننظر عادة للمناظر أو لبعض الجوانب ونترك الجوانب المهمة اللي هي تمس أي حياة، نعم الوضع البيئي في البلد يحتاج إلى إعادة نظر وبناء استراتيجية، اليوم أنت حتى العواصف الترابية حتى الحجام الاخضر نعم. احنا البلد وين رايح؟ يجب ان ياخذ المسؤول العراقي البلد وين رايح؟ نعم. انت اليوم البيئه بكل دول العالم تتغير لكن السياسه ايضا تتغير نعم. والبناء نعم. الاستراتيجي نعم. بالعراق السياسه الاستراتيجيه البيئه ما نعرف شنو اللي قاعد يصير بصراحه تتغير للأسوأ لانه لا يوجد هناك خطه كما تفضلت في البدايه. سيد فراس الموسوي نقيب التمريض التطوعي في العراق، شكرا لك.